النهاردة 23 يناير وده بيوافق اليوم العالمي للكتابة بخط الإيد. مع التغيرات وإيقاع الحياة السريعة والتكنولوجيا في كل حاجة في حياتنا، للأسف ما بقيناش نكتب بإيدينا زي زمان. زمان كانت لو تفتكروا الرسائل والجوابات والخطابات والأفكار بنكتبها بخط إيدينا، بنرسم الكلمة الحلوة بشكل مختلف، الأفكار كانت بنلاقيها بتسبق الألم بشكل سلس ومريح، كان زمن الجوابات والخطابات الجميل. لكن دلوقتي للأسف الشديد خلاص بقت كل الأفكار بنكتبها كده بشكل سريع، بنكتبها على شكل نوتس سريع على الموبايل، كل الخطابات والرسائل كمان بقينا نكتبها على الكمبيوتر أو على الوورد، بعيد تماما عن فكرة مسكة القلم والكتابة بالإيد. يا بسنت، ده حقيقي يا محمد، يعني عارف إن الكتابة بخط الإيد هي جزء من تكوين الإنسان الثقافي والنفسي. في الحقيقة نوع القلم اللي انت بتحب تكتب بيه، انا فاكرة زمان واحنا في المدرسة كنا مثلا يقولك انا عايز اكتب بقلم حبر، لا انا عايز اكتب بقلم جاف، لا عايز اكتب بقلم الفرنساوي مثلا، وكنا عايزين ننتقل من مرحلة لمرحلة عشان نخلص. فاكر واحنا صغيرين خالص كده كنا نكتب بالقلم الرصاص، بعد كده نكبر شوية نكتب بالقلم الحبر، وكنا هنموت ونكتب باللون الاحمر وفيه الازرق والكلام ده كله، لانه اتعلمنا ده من واحنا صغيرين، شفنا المدرسين بيكتبوا بالطريقه دي. شكل الكتابه اذا كانت نسخه او رقعه، الكتابه بخط الايد عامله زي البصمه بالظبط للشخص، كل شخص ليه اسلوب مختلف تماما في الكتابه، ولما كنا بنشوف رساله او يمكن جواب معين من حد نقول ده خط فلان، هو ده طريقه الكتابه دي من خط فلان. انا فاكره مدرسه عندي مره في المدرسه عرفت ورقه امتحاني وانا مش كاتبه عليها اسمي من خطي، لكن دلوقتي الوورد هو شكل واحد بس، زي ما انت كنت بتقول يا محمد الخطابات والرسائل بتتكتب كلها بنفس الشكل ويمكن كمان بنفس الصيغه للاسف. عندك حق بسنت، فعلا دلوقتي بنلاقي الكتابه كلها شبه بعض، يعني زمان كان زي ما بسنت بتقول حتى واحنا في المدرسه، او حتى لو حضراتكم بتتابعوا كمان الافلام القديمه الابيض واسود، ازاي كنا بنشوف الجواب بيتكتب بخط انساني، نقدر نقول في كده احاسيس وفي مشاعر، في انسانيه. الخط دايما بيزيد الحق وضوحا، بيخلي الانسان اكتر يعني انسانيه وبينقل المشاعر، كلمه لما بتترسم والحرف لما بيترسم بشكل معين بينقل مشاعر الانسان، غير طبعا لما اكتب على موبايل او اكتب على كمبيوتر. بيقولوا ان الكتابه كمان جزء من التكوين الثقافي والنفسي، خبراء على فكره في علم النفس بيقولوا انه ممكن نتعرف على بعض المشكلات النفسيه للانسان من خلال يا بسنت طريقه كتابته، من طريقة إزاي مسكته للقلم، إزاي بيكتب وبيرسم الكلمات. في حد بيكون مثلا كتابته سريعة، كتابة مثلا مش منتظمة، خطه مش حلو، الحروف داخلة في بعض، هو بيكتب كده بينسى نقط معينة. من خلال الكتابة دي بعض خبراء علم النفس بيقولوا إن هما ممكن يشخصوا بعض الأمراض النفسية، هل الشخص ده عنده نوع من القلق ولا لأ. في جانب تاني بيقول بالعكس، الناس العباقرة في التاريخ كان خطهم وحش بس يعني الناس المشهورين جدا، بعض المهن بالزبط. ليها ليهم خط معين بالزبط. يعني لما تلاقي مثلا حاجه مكتوبه بسرعه قوي كده تقول ايه ده، لا ده دكتور، ده روشتة. روشتة فيش روشتة بنعرف نقراها خالص. أيوة أيوة. بسرعه بيكتبوها ده حقيقي يعني عايزه اقول لك كمان حاجه تانية، للاسف بعض الناس ما بقتش بتعرف تكتب كويس خالص بخط الايد. احنا دلوقتي بقينا متعودين زي ما كنت لسه بتقول بنكتب التكستنج والحاجات دي كلها، حتى بقينا بنكتب بالفرانكو وبقينا نختصر كمان الفرانكو، للاسف ما بقيناش نعرف نمسك القلم غير يعني كل فين وفين، لما تيجي توقع على حاجه كده مره كل شهر شهرين، تروح البنك يبقى عندك حاجه عايز توقع عليها، الواحد بيلاقي نفسه مع الوقت مش عارف للاسف يكتب كويس، ودي مشكله. لازم نرجع تاني نمارس الكتابه بخط الايد. عايزه اقول لك انه انت اتكلمت في جزء مهم جدا وهو العامل النفسي. بعض الخبراء كمان بيقولوا انه مهم قوي انك تكتب مشاكلك كل يوم، او الدايريز بتاعتك، او يومياتك عامله ازاي، ده بيطلع يعني الطاقه السلبيه اللي جواك، مهم انك تقعد تكتب كده بخط ايدك. الكتابه مهاره بشريه بتعبر عن هويه الانسان، ويمكن كمان كنا قبل الهوا انا ومحمد كنا بنتكلم على مهنه الخطاط. يا سلام،
كنا زمان واحنا في المدرسه يقولوا لنا احنا عندنا مثلا نشاط كده اسمه لوحه المدرسه، انا ما اعرفش دلوقتي في حاجه. وكان في حصه الخط دي حصه مهمه حقيقي. جدا وكراسه الخط لو تفتكروها في المدرسه ازاي يعلمك تكتب بشكل جميل ومختلف. مهنه الخطاط مهنه مهمه جدا، للاسف احنا بقينا نشوف انها بتقل جدا في مجتمعنا، عدد الخطاطين مش موجود زي زمان. والخط فن على فكره، يعني طبعاً. عندنا في الخط العربي في حاجه اسمها جماليات الخط العربي او الفن الخطوط العربية، خط النسخ، خط الرقعة، خط الثلث، خط الديواني والكوفي والفارسي، في ألوان كتيرة، كل لون من ألوان الخط العربي ده مدرسة جمالية في حد ذاتها، يعني مش بس مجرد تعبير عن الأفكار، لا أنا برسم وبقدم أشكال جمالية من خلال حروف اللغة العربية. يعني أنا بشوف أنه مهنة الخطاط دي هو فنان صحيح، زيه زي الرسام الشاطر قوي لأنه بيعرف يرسم الحرف بيديله صحيح. حقه جدا، وكأنه يعني لوحة، كأنه لوحة بتفرج عليها حقيقي. وكنا فعلا بناخد اللوح دي كنا نعلقها عندنا في الفصول في المدارس، يعني مهنة جميلة قوي عايزين نشوفها تاني، ما تبقاش بتندثر للأسف. يعني النهاردة احنا بنتكلم على اليوم العالمي للكتابة بخط الإيد، فرصة كويسه ان احنا النهارده كلنا نقعد نكتب كده بخط ايدينا، نفتكر ايام زمان ونفتكر كنا بنكتب ازاي. اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح عليكم.